ساعات العميد كما أشار العقيد أحمد حمادة أنه اليوم يعني كما يقول هو النظام الإيراني يشكل سرطانا بالنسبة للمنطقة، لكن كيف سيتم التصدي لهذا السرطان من قبل هذا التحالف؟ أخي أنا أطالع كثيرا حول هذا الموضوع، موضوع التحالفات العسكرية والأمنية، ومرت المنطقة بتحالفات كثيرة جدا، منها تحالفات دولية ومنها إسلامية ومنها عربية إلى آخره. التحالفات العسكرية والأمنية تقريبا يعني لا تتعارض مع إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول، لأن العلاقات الدبلوماسية بين الدول ليس فقط هي مصلحة النظام بعينه أو نظام بعينه، هي لمصلحة الشعوب والناس والاقتصاد والنواحي الاجتماعية والأسر إلى آخره، يعني ما نقدر نربطها ببعض. صحيح يعني العقيد أحمد تفضل كلام جميل جدا، بس نحن إذا بدنا نخلط هالأوراق كلها مع بعض ما عادت في لعبة اسمها لعبة علاقات دبلوماسية دولية ولا لعبة عسكرية أمنية. موضوع طب حتى باللعبة العسكرية والأمنية، حضرتك ساعة العميد الآن فتحت بابا مهما بكلامك عن التحالفات في المنطقة مؤخرا، هل يمكن أن تقول لنا ماذا أنتجت هذه التحالفات؟ إن كان بالنسبة لتحرير الكويت، ها هو العراق بيد إيران، بالنسبة لسوريا تحالف دولي، سوريا بيد إيران، دول أخرى أيضا على الطريق وربما أيضا أصبحت بيد إيران، يعني هذه التحالفات في المنطقة ماذا قدمت لنا؟ أخي هذا بيجاوبوا عليه السياسيين في مجلس الأمن الدولي، 5 أعضاء دول كبرى، كل دولة لها حق الناتو، واستخدم حق الناتو من قبل روسيا والصين ضد الشعب السوري صراحة في أكثر من موقع، والتحالف الدولي ضد داعش أخذ جزء وهو تنظيم داعش، نعم واعترف يعني بهزيمة داعش عام 2017، لكنه ترك النظام وترك الوضع السوري كما هو واحتل شمال شرق سوريا منطقة قسد، قوات الكردية في سوريا، الوضع معقد يعني في سوريا، يعني وضع متعدد مش بس لسوريا ساعة العميد، أنا قصدي أنه كلما شكل تحالف مؤخرا ضاعت دولة عربية، هل الدور قادم على دولة عربية جديدة الآن كي تضيع تحت أنياب النظام الإيراني؟ أخي في بالنسبة للتحالفات، أولا من يصيغ التحالفات هم السياسيون على أعلى المستويات، بحيث أنه يعني يقولوا بأنه سننشئ تحالف عسكري أمني بهدف محدد وهو كذا وكذا وكذا. إذن هو بنا يعني أفهم أنه الناتو العربي أو الناتو الشرق أوسطي يسموه مثل ما بدهم، بس المقصود فيه هو مواجهة التهديدات، فهو ردع، ذراع ردع لا أكثر ولا أقل، لا حكى بده يهاجم حزب الله في لبنان، ولا حكوا بده يهاجم الحوثيين، ولا حكى بده يهاجم الميليشيات الإيرانية في سوريا ولا في العراق، يعني ولا يهاجم إيران أصلا. هذا توسع من قبل المحللين العسكريين والاستراتيجيين اللي أنا بعترف أنهم يفهموا أكثر مني ومختصين أكثر مني، أنه يعني سوف بس كأنه عم يسألك العقيد أحمد أنه مثلا هذا التحالف هل سوف يحرر سوريا من النفوذ الإيراني؟ يحرر أم يتركها مثلا؟ قادي لا يحرر سوريا، وخليني أريح العقيد أحمد، هذا مش دوره، الدور انتهى وراح مضى زمان، لما كل الدول العربية وبما فيها إسرائيل متواطئة مع النظام السوري، وبما فيها أمريكا متواطئة مع النظام السوري، و99% من العالم متواطئة مع النظام السوري، لم يتم إسقاط النظام السوري، وإلا كان رحل مثل زين العابدين، ليش ما رحل مثل زين العابدين؟